السلام عليكم. لو انت عندك سكريبتات كتير وعايز تقسمها، مثلا في جزء انت هتحطه في الشتات وفي جزء بقى انت هتاخده الاستادي ليك انت مش هتحطه في الشتات، او في جزء خاص بالتكييف وجزء خاص بالفنتليشن، اي حاجه يعني. فكل عليك ان انت تيجي عند الاسكادول، تمام؟ وعايزين ان احنا نبدا ننظمه براوزر اورجانيزيشن، تمام؟ هقول له نيو وهندي له اي اسم، وليكن مثلا سي دي، اوكي. وبعد كده ده الفلتر، لو انت في حاجة عايز تخفيها. جروب ممكن تنظمها بقى بالسكادول تايب، بالفيو نيم، بالفيو تمبليت، بالفيس، بالكاتيجوري، زي ما انت عايز، تمام؟ يعني ممكن سكادول تايب واقول له اوكي وعلم على السي دي، اوكي، فقسمهم لي بالشكل دوت.